أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أرحم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مستمرين مع حضراتكم في خاطرة الفجر، واحنا بناخد نيتين، نية قيام الليل ونية حضور مجلس العلم. وانا النهاردة مش هطول عليكم، والحقيقة النهاردة انا مش هشارككم في حاجة قرأتها، لكن عندي اسئلة مهمة جات لي امبارح والنهاردة، فحابب ان انا اخد ال10 دقايق دول في اجابة الاسئلة بتاعت حضراتكم. خليني البس الساعة عشان ما اطولش على حضراتكم، وانا عايز حضراتكم تسمعوني كويس، لان الاسئله دي ممكن تكون جوه ناس منكم بس ما حبوش يسالوها او ما فكروش يسالوها. وساعات كتير بيبقى اللي انت بتسمعه من سؤال حد تاني يكون في رساله مهمه ليك. حد بيقول لي في قاعده قريتها ان الضرورات تبيح المحظورات، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه غلط عشان اوصل للحاجه اللي انا عايز اوصل لها، يعني لو نيتي صح ممكن اعمل اي حاجه غلط عشان اوصل للحاجه اللي نيتي فيها صح، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أنا ما بقتش أستغرب من الأسئلة العلمية دي، الضرورات تبيح المحظورات دي قاعدة في أصول الفقه، يمكن أغلب اللي بيسمعني مش عارف يعني إيه أصول الفقه. بسبب انفتاح العالم على بعضه دلوقتي وانفتاح السوشيال ميديا بقى العلم الشرعي يتقال، وبقى زي عارف أنت إيه المطبخ بتاع الحاجات المتخصصة، بقينا نسمع كلام في الفيزياء والكيمياء والطب، ويعني غير المتخصصين بقوا يتكلموا، فأصبح قدام الشباب والبنات كلام كتير جدا جدا مش مفهوم بسبب إن الساحات العلمية بقت على السوشيال ميديا. أنا مش بقول ده غلط ولا صح، لكن بقى يخلي البني آدم يسأل أسئلة علمية جدا، الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة دي تديك إيحاء كده إن أنا لو عندي حاجة ضرورية عايز أعملها ممكن أعمل حاجة محظورة، يعني حرام عشان أوصل للحاجة دي، اللي بيسموه مبدأ الميكافيلي اللي هي الغاية تبرر الوسيلة. والحقيقة أن القاعدة دي مش بتقول كده. أولا نص القاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، يعني ساعات بيبقى الإنسان عنده حاجة ضرورية جدا جدا ممكن يعمل حاجة محظورة عشان الحاجة الضرورية دي، بس الحاجة الضرورية دي محتاجة عالم يقدرها. وضربوا أمثلة للموضوع ده، مش ان انا اعصي ربنا سبحانه وتعالى في سبيل تحقيق غاية نبيلة، لا مش ده. لو واحد بيموت وهو ماشي في الصحراء هيموت من العطش ولقى كوباية خمرة، هل يشربها ولا يموت؟ قال لك لا يشربها، رغم ان الخمرة من اكبر الكبائر وكوب الخمر ده حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام، بس حفاظه على حياته دي ضرورة كبرى. ممكن تبيح لي محظور زي ده انه يشرب كوباية الخمرة اللي ممكن تخليه ياخد نفسه لغاية ما يوصل لبر الامان. عشان كده العلماء قالوا الضرورات، ربنا قال كده في القرآن، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. يعني ايه فمن اضطر؟ عنده مجاعة شديدة، مخمصة يعني مجاعة شديدة، اضطر انه ياكل حاجة ميتة، زي في الصحراء بيعلموا مش عارف الجنود يعملوا ياكلوا ايه، بيعلموا الناس لو كانت تايهه تقدر تاكل ايه، كل ده عشان يحافظ على حياته. مش ان الواحد يبقى عنده غايه معينه هي بالنسبه له مهمه فيعمل محظورات عشان يوصل لها، انما ده معنى الضرورات تبيح المحظورات. واحد هيموت ياكل حاجه ميته، يشرب الكوبايه اللي لقاها، ده معنى القاعده، مش معناها ان الواحد يرتكب حاجه حرام عشان غايه نبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لا مش الصفحة دي. هو ربنا سمعنا على طول؟ طب لو سمعنا على طول ليه في أوقات خاصة بالاستجابة؟ وليه بيقولوا إن أبواب السماء مفتوحة ما دام هي على طول مفتوحة؟ ده سؤال جميل جدا. ربنا سمعنا على طول، بس أوقات استجابة الدعاء هي الأوقات المقدسة عند الله، إلا ربنا بيقول لك الأوقات دي شريفة، لو لجأت فيها ده ربنا ستشعر بقرب قلبك إلى الله. لكن ربنا لا يتغير. يعني إيه لا يتغير؟ يعني ربنا مش قريب وبعدين بيجي مثلا في التلت الأخير يعمل كده، التصرف ده اعتقاديا خطأ. ربنا قريب برحمته وعطفه وحنانه من الجميع، قريب من العاصي وقريب من الطائع، قريب من كل العباد، يسمعهم في أي مكان. وتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هل الله بعيد فنناديه حيث يسمع يعني، ولا قريب فنناجيه؟
فنزل القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من غير ما تتكلم أصلا هو عالم بحالك، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، مش محتاج إن أنا أقول لك، أصلا ربنا عارف اللي جوه قلبي، إن الله عليم بذات الصدور. لكن الأوقات اللي فيها أوقات استجابة الدعاء يعني أوقات مقدسة، الله بيحب الأوقات دي، فإحنا بنتحرى الأوقات اللي ربنا بيحبها تبركا بهذه الأوقات، التلت الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، بعد الصلوات الخمسة، أوقات مستجابة الدعاء في الأماكن المقدسة، كأنك بتاخد بالأسباب، إن أنا اللي أكون أقرب إلى الله، لكن الله دايما قريب. سؤال جميل جدا جدا. لما بقرأ القرآن بحس إني سرحانة مهما ركزت أو بطأت في القراية، برضو بسرح، بحس إني بعمل العمل ده تقضية واجب وخلاص، إديني الحل. طبعا قراءة القرآن بيواجهنا فيها أكتر من تحدي. التحدي الأول اللغة، بعضنا ممكن تكون لغة القرآن صعبة عليه، مش لصعوبة القرآن، لبعدنا إحنا عن اللغة العربية، فساعات الواحد يعمل كده، وساعات لأن مواضيع القرآن أو سور القرآن باللغة العربية اللي فيها ممكن تبقى مش قريبة من ناس كتير، حتى هو بيقرأ حتى لو فاهم، بس الألفاظ مش دارجة، فيشعر شوية بالبعد. طيب هتعمل إيه؟ هتستمر، وأجمل حاجة تعملها لو إن شاء الله حتى مرة في الأسبوع تسمع تفسير، وليكن تفسير الشيخ الشعراوي، تسمع كده تفسير الآيات اللي أنت بتحبها، جزء عامة مثلا، فيبدأ المعاني تيجي في بالك بحيث وانت بتقرا تفتكر المعاني اللي سمعتها. ان شاء الله تقرا في تفسير الجلالين، تفسير بسيط جدا في معاني الكلمات، يفكلك شويه الالفاظ اللي انت ممكن ما تفهمهاش، بس استمر، لان امرار البصر في القران عباده بذاتها، حتى لو انا مش فاهم. واحده واحده كده، والعلاقه بالقران رحله حياه، فما تملش ومقبول ان شاء الله. الله، ذكرت في حلقة الغيبة لو إن إحنا لو اتكلمنا عن حد بأي حاجة يكرهها تبقى غيبة. طب لو أنا متضايقة من موقف حد عمله وبحكي لحد تاني، أنا كده اغتبت الشخص ده؟ لو حد عمل موقف معين فيه أذية أو ضايقتك أو ضايقتك، ممكن تحكي للناصح، لكن مش ندور في كل مكان نحكي الكلام ده، لأن ده هيبقى جواه نية الانتقاص من الشخص ده. وعلى فكرة ده تعريف الغيبة، إني أذكر الشخص بما يكره بنية انتقاصه أو رفعة شأني، اللي أنا بفهم أكتر منه. لكن في حد عمل حاجة ضايقتني ومش عارف آخد رد فعل، أروح لشخص معين شايف إن هو ممكن ينصحني وأحكي له وأقول له أعمل إيه، ساعتها ما تبقاش غيبة. أنا بصلي عشان أسقط الفريضة، مش بركز من كتر الكسل، بقيت بصلي وأنا قاعدة، ازاي اتخلص من حالة الكسل؟ لاني بقيت حاسة ان حالي شبه المنافقين اللي كانوا بيقوموا للصلاة وهم كسالى. لا شك ان القيام للصلاة كسالى من المنافقين بسبب فساد الاعتقاد، ده مش زي كسل المسلمين. المنافقين ما كانوش مؤمنين بربنا، فكان بيقوم مكسل لانه اصلا مش مؤمن بفرضية الصلاة، فبيقوم عشان ضغط المجتمع، المجتمع متدين عشان ابان قدامهم، لان المنافق بيدعي الاسلام ويبطن الكفر، فكان بيقوم مكسل. فهي صفات المنافقين القيام الى الصلاه كساله، لانه مش شايف ليها معنى. احنا كمسلمين بنكسل لان احنا مش عارفين قيمتها، وكمان محتاجين نتعرف على الله الذي ينادي على الصلاه. اولا طبعا هنا انت محتاجه تسالي دار الافتاء، لان هنا في حكم فقهي، لو حضرتك بتكسلي وتصلي قاعده وانت ما ينفعش تقعدي لانك مش مريضه، ممكن تبقى الصلاه باطله، لان القيام في الصلاه ده ركن من اركان الصلاه. فعشان انا الشيخ محتاج يسال حضرتك، هو ايه اللي بيخليك تقعدي، كسل ولا مرض؟ لو كسل ما ينفعش الصلاه، لا تصح، لان القيام لا يجوز القعود منه الا عن مرض او تعب شديد. فمحتاجه تسالي هنا دار الافتاء رقمها 107. لكن نعمل ايه؟ نقرا عن ربنا. لو قرينا عن ربنا هتفرق قوي في الاستجابه لنداء ربنا في الصلاه. وأعتقد إن كتاب لأنك الله للدكتور علي جابر الفيفي من الكتب الجميلة اللي بتعرفنا على ربنا سبحانه وتعالى، وهتفرق جدا في الصلاة. الله الله الله. في جدال حوالين وقت إن إحنا بنصوم غلط، عشان الآية اللي بتقول أحل لكم ليلة الصيام، ممكن تشرح معنى الآية وتأكد لي إحنا بنصوم صح ولا غلط؟ بصوا يا جماعة، لما يدور جدال أصلي زي ده على حاجة من أصل الإسلام، سيرش دار الافتاء على طول. هو انا ليه متحيز لدار الافتاء؟ ده مش تحيز، ده الحق. مشيخة الازهر، دار الافتاء، هيئة كبار العلماء، مجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، اتمنى اكون مش متلخبط في اسم المجلس الاعلى. الاماكن دي
فيها أكبر علماء الأمة وفيها أكبر علماء المصريين، هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء، مشيخة الأزهر. يا جماعة إحنا ديننا العلماء اللي فيه مفيش سذاجة يا جماعة، وشايفين كده المسلمين بيصوموا غلط وساكتين وكلهم فاهمين غلط، وإحنا على السوشيال ميديا اللي فاهمين صح. لسه دار الإفتاء النهاردة منزلة كلام في الموضوع ده، بيتكلم على مسألة توقيت الصيام وتوقيت الإفطار، وإن الهلال كان في اليوم السليم وإن رؤية الهلال كانت صح. على طول أول ما تتلخبط سيرش على طول على دار الإفتاء هتلاقي علماء متخصصين، والنهارده حتى هم لسه منزلين البيان. فانا مش وقته ان انا اشرح الايه، وبل بالعكس ده انا الاجمل ان انا احيلك على الجهه المتخصصه. هتلاقي الموضوع، عايزكم تطمنوا يا جماعه، احنا في بلد فيها شرع ربنا وفيها علماء جبال، فما تقلقش على نفسك كده من ستيتس نزل على السوشيال ميديا، اطمنوا يا جماعه. الله، هل يجوز ان انا افكر في الغيبيات واحاول اتخيلها زي شكل الجنة والنار واهل الجنة والنار، مع العلم اني لما اتخيل بخاف خوف شديد؟ الشيء الوحيد اللي ما نتخيلش شكله هو ربنا، اسمه في الشريعة التفكر في ذات الله، لان ربنا قال على نفسه ليس كمثله شيء. لكن اصلا ربنا امرنا بالتخيل، تخيل الجنة فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان. وسيدنا النبي يحكي عن أهل الجنة ولبس الجنة وطعام أهل الجنة عشان ده يغذي التخيل عندنا. بالعكس ده علماء النفس قالوا التخيل ده بيخلي الإنسان يعيش في واقع الخيال ده فيبقى بيشتاق ليه. الشيء الوحيد الذي لا نفكر فيه في ذات الله، كل ما خطر ببالك، شوف الإمام الغزالي كده، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فاحنا ما بنفكرش في ذات الله، لكن نفكر في أي شيء بعد كده، نفكر في صفات الله، نفكر في الجنة والنار، كلها غيبيات من حقنا نفكر فيها. الله، لما بخرج خروجة حلوة وانبسط فيها بحب أبسط معايا حد غلبان، أجيب له معايا أكل أو عصير أو مبلغ باقي من الخروجة بتصدق بيه، بس أوقات بحس إن عندي رياء لأنه بيكون في ناس وأنا بتصدق قدامهم. عندنا حلقة مهمة جدا جدا عن عمل الخير، والسؤال ده متجاوب فيها. خلاصة الموضوع، لو ده أنفع للفقير يلا توكلي على الله أو توكل على الله. بص، أول ما يجيلك فكرة الرياء اطردها وكمل في العمل. دي خلاصة الإجابة على مسألة هو أنا مرائي ولا أنا بعمل كده عشان ربنا. كلمة رياء يعني بعمل الحاجة حتى يراني الناس، ده معنى كلمة رياء، مش لوجه الله يعني. كمل حضرتك او كملي حضرتك في اللي بتعمليه، ما تقطعيش العباده والعاده الجميله دي. كل ما تخرجي تصدقي حتى لو الناس شايفاكي، ربنا بيقول قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. اثناء العلانيه اكيد ناس بتشوفنا، فكملي زي ما انت وربنا يتقبل. معلش انا متعود كل يوم اجاوب سؤال او اتنين، النهارده جاوبت على 5 6 اسئله، لاني ببقى مش مبسوط لما تبعتولي اسئله كتير وملحقش اجاوب عليها. بكره ان شاء الله اكمل معاكم مما قرات لكم في خطيره الفجر، وهشارككم بكره في كتاب جميل جدا لجون جراي جديد لسه منزله، بس بكره ان شاء الله. يلا روحوا اتسحروا، السلام عليكم ورحمه الله.